الدرب الإفريقي للرجاء البيضاوي فتح بقوة 10 أهداف توالى اتباعا ونقطة نظام تحسب للربان محمد فاخر الذي اعتبر أن أوتوماتيزمات النسور بدأت تنسج دون الوقوع في مطب اللعب الاستعراضي. الوقت اللي تحسمت المقابلة يعني في الشوط الأول بقينا دائما على نفس الإيقاع باش الأولاد يولفوا لي زوتوماتيزم بعضياتهم واللعب بعضياتهم، فلحيت ان تبقى في لو ميم ريت وما نلعبوش هذاك اللعب الاستعراضي. اول الغيط في جمعه الاهداف جاء ليستهل امطار شباك توربيون تشادي بواسطة اللاعب عبد الصمد احقيه بعد تمريره جيده من اللاعب بوشعيب المباركي. بوشعيب المباركي مره اخرى ينسل من الجهه اليسرى ويمرر وحسن الطير في الاستقبال والهدف الثاني للنسور. إسماعيل بالمعلم من الدفاع إلى الهجوم وثالث الأهداف، بعدها مباشرة بوشعيب المباركي ورابع الأهداف، حسن الطير يعود ويسجل الهدف الخامس. الشوط الأول انتهى بستة أهداف دون مقابل، والموقع هذه المرة محسن متولي. الهارتريك كان حاضرا في الشوط الثاني بتوقيع حسن الطاير الهدف السابع للنسور. هشام ابو شروان ابى الا ان يسجل الهدف الثامن، هدف استشاط معه الفريق التشادي وسجل هدفه الاول بعد 67 دقيقة على انطلاقة المباراة. بعدها مباشرة وبدقيقة واحدة لانسي نيكوني يسجل الهدف التاسع، ليأتي الدور على الوفد الجديد حسن الصوري لختم عشرية الأهداف أمام فريق حضر بأجساده لا غير. تنظن هذا دور تمهيدي، فراقي ما تيكونوش في واحد المستوى الكبير، عرفنا كيفاش ناخذوا المقابلة بجدية واخا الخصم كان ضعيف، سجلنا أكبر عدد من الأهداف باش نمشيو مرتاحين للإياب. ريتور لابا اون فا سي بريباري او ماكسيموم بور لو كونتر كاري بي فير دو نوتر ميو مونتري اوسي كو les jeunes ne peuvent faire mieux. Dans un match, il y a toujours une équipe qui brille et une autre qui sombre. Ce qui a fait que le Raja a brillé cet après-midi sur ses installations, c'est une certitude. Et cela ne démontre pas à suffisance que nous avons franchement perdu. في ظل هذه الأهداف لم يبقى للتفصيل أو التدقيق معنى داخل رذاهات هذا الحوار الأحادي الاتجاه، لتبقى عين جمهور الرجاء بمختلف أطيافه شاخصة على إعلان فرحة هي الأهم عند بلوغ الأدوار النهائية مستقبلا، في حوارات قد تجعل من هذه الحصة الكبيرة ماضيا قد يصعب تحقيقه في المستقبل أمام فرق لها وزنها إفريقياً.